السلام ومرحبا بكم. هيئة حكماء الترجي تنزه الرؤساء السابقين وتدعو إلى تجنب ترويج الإشاعات. أفريقيا فوتبول ليج تحديد موعد القرعة، وهذا منافس الترجي المحتمل. موهبة جديدة تلتحق بالترجي، وإدارة الفريق ترفض عرض بمليار للتفريط في بن حمودة. أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة. أصدرت هيئة حكماء الترجي بيانا على إثر اجتماع أغلب أعضائها، وجاء في نصه: وبعد انعقاد اجتماع طارئ صباح أمس الثلاثاء 22 أوت 2023 بحضور أغلبية أعضائها والهيئة إذساءها أن تروج بعض وسائل الإعلام مزاعم من شأنها أحداث الفتنة وبث البلبلة في صفوف الأسرة الترجية الموسعة، وإذ تنزه الرؤساء السابقين على القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية، لأن من تقاليد أسرتنا تضامن الرؤساء السابقين وأعضاء هيئة الحكماء كافة مع رئيس الجمعية ومساندتهم له في النهوض بمسؤوليته الجسيمة. تدعو كل الأحباء إلى الوقوف صفا واحدا متراصا مع الهيئة المديرة منذ بداية هذا الموسم الجديد الذي أن ترجو أن يكون موسم رفع التحديات، كما تدعو وسائل الإعلام كافة إلى تجنب ترويج الإشاعات المغرضة والتي من شأنها تعكير أجواء العائلة الرياضية الموسعة. إذن متابعين الكرام، أصدرت هيئة الحكماء يوم أمس بلاغ بعد البوليميك الكبيرة اللي صارت في تصريح يعني أحد الصحفيين واللي معه العربي سنغرية في إحدى الإذاعات، وقالوا أنه رئيس سابق قاعد يعطل في حمدي المد برئيس الترجي الحالي، وقاعد يعني يفهم برشا مشاكل بإعاز من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. هيئة الحكماء خرجت هذا البيان اللي نستحسنوه، ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟ الحكاية عندها قريب الشهر توا، علاش هذا التأخر الكبير؟ وديما نرجع للمشكلة الإعلامي في الترجي الرياضي التونسي، ولازم يكون في وقته بلاغ كيما هذا، لازم يخرج في وقته باش نبعدوا على كل المشاكل وما ندخلوش في مواضيع وترهات تنجم تضر الترجي. إن شاء الله إدارة الترجي وهيئة الحكماء تتدخل في الوقت اللي لازمها تتدخل باش كما قلت لكم نتجنبوا عديد المشاكل. في موضوع آخر يخص التطورات الجديدة في مسابقة أفريقيا فوتبول ليج، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة قرعة المسابقة الجديدة للأندية أفريقيا فوتبول ليج يوم 4 سبتمبر 2023 في انتظار تحديد مكان حفل القرعة، والذي سيكون مبدئيا إما في مدينة كيغالي الرواندية أو مدينة دار السلام التنزانية. وستقام البطولة في شكل أدوار إقصائية تتوزع على الربع النهائي، النصف النهائي والنهائي في شكل ذهاب وإياب في الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر 2023 وفق ما أكده الصحفي المصري محمد سعيد نقلا عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وبعد تفقد كل الملاعب والمنشآت الخاصة بالأندية المترشحة خوض المسابقة في نسختها الأولى، قرر كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والشركة الراعية للحدث اعتماد الفرق والملاعب التالية وفقا للتصنيف الآتي: التصنيف الأول الترجي الرياضي التونسي، ملعب رادس، الأهلي المصري، ملعب القاهرة، الوداد المغربي، ملعب محمد الخامس، سان داونز، ملعب لوفتيس. التصنيف الثاني تيبي مازيمبي، ملعب لوبومباتشي، نيمبا النيجيري، ملعب أكابابيو، سيمبا التنزاني، ملعب دار السلام، بيترو أتليتيكو، ملعب 11 نوفمبر بلواندا. وهذا يواجه الترجي في الدور الربع النهائي أحد أندية التصنيف الثاني وهي تيبي مازيمبي، إنيمبا، سيمبا أو بيترو أتليتيكو الأنغولي، علما وأن مباراة الذهاب ستقام خارج تونس، في حين يستقبل الترجي منافسه إيابا في ملعب حمادي العقربي برادس، وفيما يلي موعد المباريات بمختلف أدوارها. الدور الربع النهائي ذهاب وإياب الفترة الممتدة بين 20 و27 أكتوبر، الدور النصف النهائي ذهاب وإياب الفترة الممتدة بين 29 أكتوبر و3 نوفمبر 2023، الدور النهائي ذهاب وإياب الفترة الممتدة بين 7 و11 نوفمبر 2023. من أخبار المسابقة الإفريقية نحكي على أخبار ميركاتو الترجي، إذ توصلت إدارة الترجي إلى اتفاق مع نظيرتها في فريق ترهوني الليبي للانتفاع بخدمات الموهبة الصاعدة في سماء الكرة الليبية وهو سراج الدرهوبي. اللاعب قضى فترة تحت الاختبار والمتابعة قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي. المدير الرياضي طارق ثابت هو من كان وراء قدوم اللاعب بحكم تجاربه السابقة في ليبيا ومعرفته لإمكانيات اللاعب قبل استقدامه. في نفس السياق أكدت مصادر صحفية عن رفض إدارة الترجي لعرض يقارب المليار من أجل التفريط في بن حمودة لأحد الفرق الكويتية،
كنا أكدنا في فيديو سابق على تشبث رئيس النادي بخدمات مهاجم الترجي، خاصة وأن الفريق يعاني من قلة المهاجمين. ولكن علاش بن حمودة ما رجعش يتدرب مادام رئيس النادي رفض التفريط في اللاعب، خاصة وأنه وصلوا عرض مغري ومغري جدا يعني مليار؟ علاش ما رجعش يتدرب وعلاش ما رجعش يشارك في المباريات الرسمية؟ إلى متى باش يبقى بن حمودة يعني يتمرن على انفراد؟ إلى متى بن حمودة باش يكون غائب على مباريات الترجي الرسمية؟ نحب توضيحات من الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي في خصوص هذا الملف. إذن متابعين الكرام، متابعي بيكام سبور، هذه آخر الأخبار الخاصة بالدولة الترجية اللي تلقاوها ديما على قناتكم بيكام سبور. ما تنساوش دعمنا وخاصة الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.